ما نشاكمش، صرخة أطلقها أبناء تعز. ما هي مطالبهم وما هي تداعيات هذه التظاهرات؟ والأهم من كل ذلك، هل ستكون قادرة على الوقوف في وجه الفساد وأدواته؟ أهلا بكم. تستمر تظاهرات الآلاف من أبناء مدينة تعز رفضا للفساد في المؤسسات الحكومية وضعف الأداء الحكومي. يرفع المحتجون لافتة: تعز أكبر من الأحزاب والفصائل ومن الأجندة والميليشيات، تلك التي ضيقت عليها وخنقت قلبها. كما يشكو المحتجون من فساد أثر على ملفات كثيرة، أبرزها ملف الجرحى والصحة والنظافة والرواتب، ناهيك عن اتهامات للسلطة المحلية بنهب مخصصات المحافظة وإرادتها. ملفات كثيرة باتت تشكل عبئا على تعز وأدخلتها في صراعات بينية على المستوى الحزبي والسياسي، وأضعفتها أمام أبرز تحديات المدينة، أي استكمال التحرير وفك الحصار. فهل ينجح أبناء تعز في إنفاذ مطالبهم واستحقاقاتهم، أم أنها موجة غضب قد تزول؟ وكيف يمكن لأبناء تعز محاكمة الفاسدين في ظل دولة هزيلة وأجهزة رقابية وقضائية ضعيفة؟ موازنة تعز ما ندريش في الراحات، إعادة الإعمار ما ندريش في الراحات، عايشين بمناصب سرق نهب فساد، لا رواتب لا حياة لا إعمار لا خدمات. فاض بهم الكيل فخرجوا إلى الشوارع لتسديد سهام احتجاجهم ضد الجميع. هؤلاء هم أبناء تعز وقرحاهم الذين خرجوا اليوم ويطالبون السلطة المحلية باسترداد حقوقهم المسلوبة منهم. أقول لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة والتحالف العربي، إلى متى ستستمرون في أكل هذه الشجرة المحرمة اليمن؟ لقد باتت لعنة البسطاء تطاردكم. عاد الناس إلى الشارع الذي بات خلاص من لا خلاص له، وميدان الاحتجاج ومركز سلطة الشعب. خرجوا في تعز مطالبين بإقالة الفاسدين من السلطة المحلية وتحسين الخدمات وإنهاء المحاصصة الحزبية التي أكلت أفئدتهم وروح مدينتهم، ولم يبق لهم فيها إلا العذابات وصوت أيوب. هناك محافظ مغترب غائب، ترك محافظة تعز بلا قيادة وبلا إدارة، الشوارع غير نظيفة، الموظفين بلا رواتب، الفساد مستشري، المحاصصة منتشرة داخل تعز. 5 سنوات تفاقمت فيها أوجاع تعز ومعاناتها، وتردت الأوضاع المعيشية والصحية نتيجة انقطاع الرواتب وإهمال الشرعية والسلطات المحلية لواجباتها تجاه المدينة. غرقت المدينة في صراعات حزبية وسياسية منذ 4 سنوات، حالت دون استكمال تحريرها أو فك الحصار المضروب عليها، ناهيك عن صراع الأخوة الأعداء الذي حول شوارع المدينة إلى مربعات للفوضى الأمنية. ملف الجرحى وهو أبرز الملفات الشائكة بتعز وأكثرها تعقيداً، بات محط سخط كبير على قيادة السلطة المحلية التي تتجاهل معاناة طال أمدها، فتحول جراح العديد منهم إلى إعاقات دائمة. الأحزاب إيش برامجها؟ برامجها اليوم الأحزاب ضد المواطن، برامجها للجيوب فقط، هذه برامجها، ولا إيش برامجها؟ مفروض الأحزاب تكون في المقدمة للدفاع عن حقوق المواطنين، تكون في المقدمة تدافع عن حقوقهم. نحن نقول قلنا لهم 20,000 مرة، أنين المواطن في الشارع سيتحول إلى زئير، سيكتتهم تماما من داخل تعز. هذه تعز، مش أي مدينة أخرى، هذه تعز. تكاد تعز تكون صورة مكثفة لسوء إدارة الشرعية لملفاتها في البلد، فهذه المدينة التي تاهت في لجة الصراعات السياسية والأجندة الخارجية لا تبحث عن خلاص من سوء مسؤوليها فحسب، بل تحاول أيضا إعادة الاعتبار للمواطنين بعد أن ظلوا خارج حسابات السلطة طوال سنوات الحرب. مجددا أرحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم لي هنا في الاستوديو هذه المرة بعد أن كان ضيفا دائما لنا عبر السكايب وكذا عبر الهاتف، الأستاذ توفيق الحميدي، رئيس المنظمة السامة للحقوق والحريات. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله أستاذ توفيق. إذن احتجاجات شعبية في تعز أستاذ توفيق ضد فشل وفساد السلطة المحلية، كما يرفع المتظاهرون هذه اللافتات في المحافظة، كيف تتابع هذه المظاهرات بداية؟
مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم. في حقيقة الأمر ما يحدث اليوم في تعز أمر يندى له الجبين وأمر موجع في حقيقة الأمر. هذه المحافظة هي نبض الثورة إذا قلنا بهذا المعنى، هي ذلك الامتداد الروحي للدولة المدنية. تبدأ الدولة المدنية عندما نتحدث، نحن نتحدث عن تعز، هذه الدولة التي أنتجت أيوب الوطني وابن علوان الصوفي والنعمان ذلك المناضل، واليوم كانت هي الشرارة لثورة 11 من فبراير المجيدة، واليوم للأسف الشديد أصبحت تعز بهذا الأنين بهذا الوجع دون أن تسمع صوتا هذا يستجيب لتطلعاتها لطموحها لآلامها. للأسف الشديد تعز اليوم كأنها تعاقب وتدفع ضريبة، ضريبة إهمال، ضريبة تعمد إذا قلنا بهذا المعنى. الإشكالية الكبيرة في تعز أن الجميع يدرك أهمية تعز باستثناء أبنائها، ولذلك حرمت تعز من مينائها بوضع قوات تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة، فحرمت تعز أن تعود إليها نبضها التجاري كحركة تجارية يمكن أن تعيد المدينة نوع من روحها التي فقدت بسبب الحصار. حرمت تعز في الحوبان من مطارها الذي يمكن أن يشكل منفذ جوي لأبنائها وامتداد مع الخارج، وبالتالي أصبحت تعز تعيش هذا الحصار فتولدت كل هذه الأمراض. اليوم هذه المناكفات سواء على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي سبب هذا الضيق. اليوم تعز محصورة اليوم بين أعدائها بالدرجة الأولى، ولم يدرك أبنائها أنهم اليوم هم المستهدفون من كل الذي يحدث لها، مع تقصير كبير من الحكومة الشرعية، لأن اليوم الحكومة الشرعية هي المسؤولة بالدرجة الأساسية عن القرارات التي صدرت سواء على المستوى المدني أو على المستوى العسكري. اليوم لا يمكن أن نوجد أي مبرر لمحافظ من المحافظة أن يعين ثم يظل في القاهرة أو في عدن لدواعي أمنية أو لدواعي متابعة مصالح المدينة. هذا أمر هنالك ضوء أخضر اعتقادي حتى على المستوى الخارجي بأن تبقى تعز تعيش فراغ إداري وفراغ سياسي وفراغ عسكري للأسف الشديد ليحدث كل هذا، لتحدث كل هذه الضجيج. اليوم أبناء تعز في حقيقة الأمر أرى بأنهم يعبرون عن وجع حقيقي يجب على الحكومة الشرعية، يجب على السلطة المحلية، يجب على الأحزاب جميعا أن يسمعوا لهذا الأنين، لأن أبناء تعز صبروا كثيرا ولم يجدوا من يطبطب على جراحهم وآلامهم، خاصة الجرحى، خاصة أسر الشهداء، خاصة على مستوى المدينة التي صبرت تحت الحصار وقذائف الهاون من الحوثيين وغيرها، بحاجة اليوم إلى أن يعاد ترتيب المشهد التعزي بدرجة أساسية، وعلى أبنائها أن 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 أن, أن يستمعوا لهذه الصرخة الذي خرجت اليوم إلى شوارع طيب التعز. برأيك موجهة ضد من هذه الاحتجاجات أستاذ توفيق؟ مظاهرة تعز اليوم موجهة ضد الجميع الذين يشاركون في القرار السياسي بصورة أو بأخرى، موجهة ضد الفساد بالدرجة الأساسية، موجهة ضد الإهمال الذي تعيشه مدينة تعز، موجهة ضد الداخل الذي اليوم يتنازع تعز وهي في حقيقة الأمر جثة هامدة يتنازعون لا شيء، بالنهاية هم لن يستفيدوا شيء. موجهة أيضا نحو الخارج، نحو السلطة، نحو الحكومة الشرعية، نحو التحالف العربي، نحو اتفاقية ستوكهولم الذي نصت أحد بنودها على معالجة تفاهمات التي يبدو أنها دفنت في للأسف الشديد إلى حد اليوم لم نرى منها شيء. هي موجهة ضد كل الذين يشاركون في مأساة تعز. اليوم لا يمكن أن نقول بأن طرف من الأطراف هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة، لكن من ناحية منطقية، من ناحية سياسية، من ناحية إدارية، هنالك رئيس جمهورية، هنالك محافظ المحافظة، هنالك أحزاب شريكة بالدرجة الأساسية، كلها تتحمل المسؤولية. ونحن نرى أن اليوم معالجة هذا المرض تتحمل الحكومة الشرعية بالدرجة الأساسية، لأنها القادرة الذي بيدها سلطة إصدار القرارات، سلطة المساءلة، سلطة المحاسبة بالدرجة، إحالة المسؤولين المتسببين إلى القضاء، هذه بالنهاية هي سلطة الحكومة بالدرجة الأساسية. اليوم أبناء تعز تحدثوا كثيرا، يبقى الآن الكرة في ملعب الحكومة الشرعية بالدرجة الأساسية. ما لم فأنا أعتقد أن سيندم الكثير إذا خرجت تعز عن هدوئها
وعن استقرارها لثورة حقيقية يمكن أن ينتقل نموذجها لكثير من المحافظة، لأن تعز دولة محورية وفاعلة وقادرة على التأثير إلى أواسط أخرى. طيب أستاذ توفيق، دعنا نشرك معنا في الحوار الآن السيد رشاد السامعي، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للاحتجاجات الشعبية في تعز. أهلا بك سيد السامعي، أنت نائب رئيس اللجنة التحضيرية للاحتجاجات الشعبية، وضح لنا بداية، يعني بطبيعة الحال بعد الترحيب فيك، وضح لنا مطالب والدوافع التي خرجتم من أجلها إلى الشوارع بهذه الأعداد. بسم الله الرحمن الرحيم. أشتي أوضح بس نقطة في البداية بالنسبة للجنة التحضيرية. طبعا اللجنة التحضيرية هي كانت لجنة مؤقتة فقط، كانت ليوم واحد، يعني ليوم المسيرة فقط، بعدين انهينا عملها تماما بحيث انه تكون الثورة خاصة بالناس، احنا بس حاولنا ننظمها ليوم واحد فقط وبعدين خلاص انتهى الموضوع. المسيرة كانت في البداية نتيجة تراكمات واحداث حصلت في السابق. تكونت رؤية لدى الشباب انه لازم يكون في خروج وفي مسيرة يعني موجهة ضد الفساد، واتفقنا احنا مجموعة من الشباب المستقل، وان كان بعضهم متحزب لكن كان الهدف الرئيسي كان اللي يجمعنا هو هدف واحد، ما فيش علاقة يعني بالاحزاب نهائيا، مستقلين يعني كقرار مستقلين يعني لم يخرجوا بأوامر حزبية تقصد؟ ما فيش اي تاثير لاي حزب على المسيره ابدا، لا على اللجنه التحضيريه ولا على قرار المسيره. طبعا هم حاولوا يشوهوا المسيره وخرجت كثير من الشائعات وكثير من التهم انه هؤلاء يشتغلوا للامارات، يعني ناس يقولون ان احنا نشتغل للامارات وطرف يقول ان احنا نشتغل لقطر وطرف يقول ان احنا نشتغل للحوثيين، يعني حتى هم مختلفين فيما بينهم. كانه في صدمه حصلت لهم ويشتوا يعني عملية إفشال للمسيرة، لكن الحمد لله المسيرة تمت والناس خرجت رغم الخوف رغم التخويف إنه بيحصل حاجات يعني مش تمام. في من ضمن الشائعات إنه في 2000 حوثي دخلوا عشان المسيرة هذه، ما حصل حاجة من هذا، الناس خرجت، وأكبر دليل إنه على خروج الناس يعني طفح الكيل بالنسبة لهم. ما هي مطالبهم سيد السامع؟ دعنا من هذه الشائعات وما يعني يجري الحديث عنه، ما هي المطالب التي خرج بها الناس الذين كما تقول ضاق بهم الكيل أو فاض بهم الكيل؟ يا أخي مطالبهم حقوقية يعني بالدرجة الأولى، ما يشتوش حاجة يعني ما فيش، يشتو خدمات، يشتو كهرباء، يشتو ماء، يشتو نظافة، يشتو صحة، يشتو تعليم، يعني حاجات بديهية إنه عيب إنه واحد يتكلم فيها. هذه الحاجات كلها مش موجودة الآن، لا نظافة، عمال نظافة يحاربوا في لقمة عيشهم، ومع هذا يعني بدون رواتب، مع هذا يتم الاعتداء عليهم ويسحل بعضهم بالضرب والإهانة، وخدمات الكهرباء ما فيش، خدمات ما فيش، إيرادات المحافظة ما حد عارف فين تروح. يعني ايش اقول لك، يعني المواطن له واجبات وعليه يعني له حقوق قصدي وعليه واجبات، لكن اللي نعرفه انه الواجبات يعني يدفع واجبات وبالاخير ايش لا يلقى مقابلها اي حق. طيب لا يلقى اي حقوق في هذا السياق. سيد السامعي، يعني من تحملون المسؤوليه للوضع الذي وصلت اليه تعز وهذه المسببات التي دعتكم إلى الخروج؟ من المتسبب كما يقول المتظاهرون بوصول تعز إلى هذه الحال؟ طبعا احنا نحمل بالدرجة الأولى السلطة المحلية، نحمل المحافظ بالدرجة الأولى لأنه رأس الهرم، نحمل الوكلاء لأنه أصبحت الآن مسألة محاصصة فيما بينهم، وأصبح الفساد متفق عليه وأصبحوا متوافقين على الفساد بشكل عام. إيرادات المحافظة تقسم بينهم بالتساوي،
كل واحد كل وكيل يوصلوا ظرف، يعني نهاية الشهر يوصلوا ظرف خاصة من ضرائب القات. يعني أنا أستغرب من الشيخ عارف جامل كان طلب مني إثباتات بهذا الشأن. أنا طبعاً أنا أعتبر نفسي مواطن، مش مطالب إن أنا أقدم له براهين وأقدم له أوراق وأقدم له. يكفي خروج الناس، هذا أكبر دليل، يعني خروج الناس إلى الشارع أكبر دليل إنهم فاسدين وإنه في شيء غلط يعني يحصل. فجهاز الرقابة والمحاسبة معطل وفي ضغوط عليه، يعني منهم برضو منهم فيهم، يعني لا يقوم بواجبه رغم عشرات القضايا التي توصل يوميا، وربما يتعرضوا لتهديد وضغوطات من هذا النوع. فأقول للشيخ عارف جامل خروج الناس إلى الشارع هذا أكبر دليل، ويكفيكم يعني اللي معاكم يكفيكم، وعيب عيب عيب إن إحنا نطلع على شاشات التلفزيون عشان ندافع على فسادنا، يعني فاسدين نطلع ندافع كمان. طيب. مصرين على الفساد. يعني في سياق الحديث عن هذه الاتهامات سيد السامعي، يعني نحن الآن سنتواصل مع السيد عارف جامل لي يعني أخذ وجهة نظر السلطة المحلية فيما يتعلق بهذه المظاهرات كحق مكفول يعني تتضمنه أعراف وسائل الإعلام. طيب في هذا السياق دعني أخذ هنا تعقيب السيد الحميدي على يعني مسألة أن الخروج كان لم يدعى إليه من قبل الأحزاب، الخروج كما يبدو من خلال كلام السيد السامعي أنه غضب، موجة غضب عارمة. بداية هل في هذا السياق هل هكذا تحرك مجتمعي سيثمر برأيك؟ هو بلا شك أي تحرك مجتمعي يجب أن يثمر في النهاية. رأينا على مستوى كثير من الدول، في مصر، رأينا في لبنان، رأينا في العراق على سبيل المثال، أي تحرك مجتمعي بالنهاية لابد أن يكون لديه ردة فعل لمحاولة امتصاصه وتلبية مطالبه. التحرك في تعز بالفعل جاء تحرك عفوي نتيجة ملفات متراكمة، هذه الملفات أيضا لديها بعد سياسي واضح، ملفات المعتقلين، ملفات المخفيين قسرا، ملفات الانتهاكات الحقوقية، ملفات الصحة إلى غير ذلك. وبالتالي هذه الملفات تمس المواطن بالدرجة الأساسية. المواطنون صبروا عندما كان الحصار خانقا، وعندما كان الحوثي على أطراف المدينة، عندما كانت الأدوية تأتي بطرق التفافية، والمواطنون ساهموا بصورة أو بأخرى في فك الحصار، في 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 إخراج تعز من الحالة التي كانت تعيشها إلى اليوم، ظانا منهم بالدرجة الأساسية أن هنالك التفاتة حقيقية ستكون لهؤلاء المواطنين. اليوم للأسف الشديد أصبحت تعز جزء من منظومة متهلهلة في الدولة. نحن لا يمكن أن نفصل ما يحدث في تعز عن المستوى العام الذي تعيشه الحكومة اليمنية ابتداء من الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى أصغر مسؤول في الدولة، لكن هذا لا يبرر مطلقا أن تصبح تعز مرتعا خصبا وكبيرا للفساد وللإهمال وللمحاصصة بل للاقتتال الداخلي فيما بينهم من أجل لا شيء. ولذلك أنا قلت لك بكل وضوح أن تعز اليوم لا يدرك أهميتها ولا يدرك جوهرتها الحقيقية إلا أعداءها، أعداءها يدركون هذه الأهمية. ولذلك اليوم تعز خرجت، وباعتقادي يجب أن يسمع لها للجماهير التي خرجت، ومن الأصل يعني من المنطق أن يكون هنالك وفاء لتعز دون خروج هؤلاء الآلاف من أبناء تعز. وبالتالي أنا أعتقد إذا لم تكن هنالك استجابة حقيقية كما قلت لك، أنا أتمنى أن تقود إلى ردة فعل عنيفة. اليوم نحن نتحدث عن وضع استثنائي. ردة فعل عنيفة، ماذا تقصد بهذا الأمر بالتحديد؟ هنالك اليوم فصائل كثيرة في تعز، هنالك مسلحون كثر في تعز، هنالك جماعات منفلتة في تعز، وبالتالي إذا لم يتم الاستجابة للمواطنين هنالك حالة فقر مدقع، هنالك يعني أن تحذر من ذلك. بالتالي نحذر منه. بالتالي اليوم استقرار تعز مطلب أساسي حتى لاستعادة الدولة، وبالتالي هنالك اليوم من يراهن على هذا الاقتتال التعزي أو على التشظي التعزي. ورأينا كيف أججوا الصراع السابق الذي أدى إلى الاقتتال بين القوات الأمنية وفصائل تنتمي. في هذا السياق قبل الدخول إلى هذه النقاط دعنا نشرك معنا في الحوار السيد عارف جامل وكيل محافظة تعز الذي ينضم لنا عبر الهاتف من هناك من تعز. أرحب بك سيد جامل. إذن احتجاجات شعبية ترفع لافتة ما نشاكمش، برأيك لماذا الناس وصلت إلى هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي مرحبا بكم، مرحبا بالضيوف الكرام.
انا اود اوضح اولا انه الخروج هو يعتبر ايجابي بحد ذاته. جميل. ويعتبر رساله للسلطه المحليه والسلطه الشرعيه. هناك قضايا حقيقيه ربما تقف السلطه المحليه في هي عاجزه، تتمثل مسألات في قصور في اعمال النظافه، قصور في الخدمات، لكن لا يجب ان نكون واقعيين ومنطقيين. تعز اليوم تفتقد للراعي الاول والمسؤول الاول وصاحب القرار له الاخ المحافظ، ونحن نطرحها. والاسف الشديد انه كثير من الاحزاب تناهت عن هذه القضيه، وهذه قضيه ليست بسهوله، حتى الرئاسه والحكومه يجب ان تتخذ اجراء في هذا الجانب. المسؤول الاول هو صاحب الصلاحيات، وهو صاحب من يستطيع ان يقيل الفاسد او غير الفاسد او التعيين، هذا كلام واضح. الشيء الاخر على مع خروج المطالب تتعلق بمطالب خدميه تمثل في النظافه، في الكهرباء، في المياه. الاخ رشاد يطرح على الكهرباء، الكهرباء لا زالت في المخا، تعز معروف انها كانت الكهرباء تاتي من المخا، ونحن نعلم ان الخط الرئيسي الذي بالبرح لا زال مع الحوثيين. المياه مربوطه في الحوبان. انا اقصد يجب ان نتحرك، وانا لا انكر هنا ان هناك فساد وهناك اختلالات وهناك قيادات ليست عند مستوى المسؤوليه لا تؤدي دورها بشكل صحيح، لكن ايضا هل تشير الى المحافظ تحديدا سيد جامل في حاله حرب وحاله حصار؟ ناخذ ايضا في عين الاعتبار ان هناك نحن بدانا في تعز وكنا بمربع واحد، اليوم تعز كان يراد لها ان تكون داعشيه ويراد لها ان تكون جماعات ارهابيه ويراد لها ان تكون مقسمه مربعات، اليوم نحن بدانا نتمسك بدوله، وان كان في الدوله اختلال، اليوم لدينا جيش وطني، وان كان في اختلالات وفي قصور، اليوم لدينا امن، لدينا سلطه محليه، انا لا انكر انه اشخاص وقيادات لا تؤدي دورها، وهناك فساد واختلال، لكن دعونا نكون نتعاون جميعا من اجل القضاء على هذا الفساد، لماذا نتعاون نحن والاخ رشاد والاخوه الذين خرجوا في المسيرات، لماذا لا تكون هناك جلسات واضحه؟ الاخ رشاد يتحدث عن مسألة الضرائب وانها تقسم بين افراد، انا اوضحت في لقاء سابق وقلت له بدات الضرائب القاد يوميا ب 30,000 الى 200,000، اليوم وصلت الضرائب الى 1,800,000 ريال. بالتالي نحن لا نقول انه ياتون بالاثباتات، لكن اتمنى عليهم ان يزوروا الجهاز المركزي والرقابه وينظروا ماذا هناك لديه، ان ياتوا الينا ويقولوا هناك فساد في مكان فلان مكان فلان، سوف نكون عونا لهم. نحن نتحدث عن قصور في النظافه، صحيح النظافه كانت في مواردها لا تتجاوز 120 مليون، اليوم ايراد النظافه لا يتعدى 15 مليون. بالامس يعني في قبل الحرب كانت تمتلك اسطولا كبير. نحن لسنا في الدوله المستقره، نحن نستعيد الدوله، نستعيد الدوله ونستعيد المؤسسات. صحيح ان احيانا القائمين على هذه المؤسسات ليسوا عند المسؤوليه، هنا كان يجب التقييم، يفترض خلال 5 سنوات من الاخ المعارض كان يفترض تواجد. يعني هل تحمل سيد جامل حتى اكون واضحا، هل تحمل انت المحافظ كامل المسؤوليه؟ سيد جامل هل تحمل انت المحافظ ومن عينه كامل المسؤوليه عما يحدث في تعز؟ طبعا طبعا انا احمل الاخ المحافظ، لا لانه هو المسؤول الاول وهو صاحب القرار. انا اقول لك سواء كنت انا وكيل، انا لا اتنصع على المسؤوليه، انا اؤدي دوري كاشرافي، نحن كوكلاء مساعدين للاخ المحافظ، لكن لا نمتلك القرار سواء في الصرف للموازنه او نمتلك القرار في مساله التعيين او الاقاله او حتى الاحاله، لا نستطيع ان نوقف موظف. الاخ المحافظ بحسب القانون يمثل رئيس الدوله، هو في تعز يعتبر رئيس جمهوريه، لماذا سكت الناس وسكتت الاحزاب وسكتوا الاخرين ان يظل الاخ المحافظ بعيدا على المشهد؟ وكان يجب ايضا، هناك احيانا اشكاليه تتعلق بالاخ المحافظ، انه يجب ان تخضع له الاجهزه كلها، الجهاز الامني والجهاز العسكري، وليتمثل الجميع لقراراته وينفذ توجيهاته، هذه حقيقه يجب ان نقولها. لكن ايضا الخروج بشكل التعميم خطا، ان نقول ان تعز كلها فساد، ان نقول ان تعز كلها ارهاب، هذا يسيء لتعز. لكن انا مع الاخ رشاد، وانا اؤكد ان احنا مع كل من خرج، هذه رساله بشكل واعي وحضاري وسلمي، رساله قويه تلفت السلطه المحليه وتلفت السلطه الشرعيه. ايضا احنا معنا اشكاليه مع الحكومه، معنا اشكاليه تتعلق بتاخر مرتبات الموظفين سواء كان في الجهاز الاداري او الجهاز العسكري، اليوم رواتب الجيش لثلاثه اشهر متاخره، اليوم مرتبات النظافه لثلاثه اشهر متاخره، اليوم قضيه الجرحى ايضا لا ننكر انه لدينا خلل في السلطه المحليه، ترحيل القضايا من يوم الى يوم مشكله، ايضا يجب الوقوف امام كل قضيه وعمل لها حلول جذريه. نحن نتمنى ان ناخذ شراكه مجتمعيه من الاخوه الموجودين ولهم الحق في ذلك، وان يشاركونا ويسالونا ماذا عملنا وماذا تركنا وماذا نتحمل وماذا تتحمل السلطه الشرعيه. لكن اؤكد ان الخلل بشكل رئيسي هو في غياب الاخ المحافظ. اتمنى طيب. الاخ المحافظ يكون يسمع هذه الحلقه، واتمنى منه العوده سريعا،
وأن يعود ونحن كلنا معه، ونحن سنمتثل القرار المسؤول الأول. ونؤكد أن اليوم اجتماع لك الأحزاب السياسية بالكامل وأكدت على هذا الكلام، أنه لابد من عودة الأخ المحافظ، ولابد أيضا أن يتحمل مسؤولياته، ويجب على الجميع أن يخضع لقراراته وتوجيهاته. تفضل بالبقاء معي سيد جامل. أعود إليك سيد السامع. إذن وكيل المحافظة يحمل المحافظ وغيابه مسؤولية ما يحدث في تعز وتدني مستوى الخدمات، وهو لا ينكر أن هناك فسادا، لكن يقول يجب ألا نسيء لتعز، ويقول إذا ما كان عندكم أي اقتراحات أو ما يمكن طرحه في سياق تحسين تعز أهلا وسهلا بكم. الكلمة معك، تفضل. بالنسبة للمحافظ طبعا هي مشكلتهم محافظ مش موجود، احنا نحمل السلطة المحلية بشكل عام. مش معقول انه الشيخ عارف جامل يحمل المسؤولية المحافظ المحافظة، هم وكلاء برضه وهم جزء من السلطة. يعني كانوا يقول احنا فاسدين مسؤولية المحافظ، هذا مش كلام منطقي. الفساد مسؤوليتهم كامل، ابتداء من المحافظة اللي هي جالس جالس يستلم 100 مليون داخل القاهرة ويمشي حاله هناك، او بالنسبة للوكلاء اللي جالسين يلعبوا بإيرادات الدولة ولا وخدمات المحافظة. المسؤولية تقع عليهم كامل، احنا كمواطنين نحملهم كامل المسؤولية، ما لناش علاقة بالتفصيل. ما نقدرش نقول محافظ المحافظة لا ووكيل محافظة فلان نظيف، واللي هو نظيف يفترض انه يحدد موقفه، ضروري انه يحدد موقفه. اما هو قال السيد جامل، يعني حتى نكون واضحين، السيد جامل قال انه مع الخروج ومع هذه المطالب التي طرحت، لكن الأمر يفوق قدرتنا كما قال سيد جامل، أو كما يفهم مما قال. يفوق قدرته بإيش يعني؟ يفوق قدرته بتنظيف المدينة أو بتوفير خدمات للناس؟ بإيش يعني يفوق قدرته؟ هذه حاجات يعني بديهية أنه مسؤوليته الشخصية، مسؤولية الوكلاء، ما فيش حاجة صعبة أصلاً. بعد لما يقول إحنا ننكر، إحنا نعترف أنا سمعتوها أكثر من مرة أنه إحنا لا ننكر. طيب وبعدين انتم ما تنكروش انكم فاسدين وحاسبوا انفسكم؟ طيب ليش منتظرين الشارع يحاسبكم؟ 5 سنوات ليش ما تتكلموش؟ يعني المحاصصه اللي حصلت بينكم، ولا حتى الاحزاب المشكله متواطئه، يعني الاحزاب نفسها متواطئه مع السلطه المحليه، تقاسموا الوظائف، الوظيفه العامه، تقاسموا الايرادات، تقاسموا كل شيء وخلاص وسكتوا. بس الان الشارع تحرك، هو اللي بيحدد، هو اللي بيحاكم. انا مش بالصوره، انا ولا لي علاقه، انا من ضمن الناس اللي خرجت. يعني الشارع هو اكبر دليل انه في فساد، هذا اكبر دليل. يعني عيب ان احنا نعاند، وكان رساله موجهه للشارع انه لما يقول الشيخ عارف انه ما فيش فساد، الفساد موجود بشكل كبير، والشارع بيقول كلمته طبعا. طيب اعود الى السيد عارف جامل. سيد عارف جامل، يعني هناك وصلت المطالب إلى أن تكون إلى درجة أن هناك من يطالب بإقالة جميع المسؤولين واستبدالهم بطاقم جديد شاب حيوي يدافع عن تعز ومصالحه. لا يا أخي، المنطق الأخر جاد غير صحيح، التعميم غير صحيح يا أخوة. ما هو الصحيح؟ يعني دعونا نمد أيدينا مع أيديهم لمعالجة هذا الفساد، لكن الكلمة المطاطية هذه أنا لم أقول ما بش فساد. الفساد موجود من الزمن الأزلي، وأنا أؤكد أن هناك فساد وهناك اختلالات. الفساد يمكن أن نشاهده في عدم توفير الخدمات، لكن يجب أن تكون أمور واضحة. من المعيب اليوم أن احنا يجب الواعي أن احنا اليوم ما الفائدة مثلا؟ أنا هل من المعقول اليوم أننا نقول أننا احنا نخرج بثورة؟ ثورة بالدمن، لازلنا حالبين بالثورة الأولى، عاد احنا ما كملناش لحد الآن. الأخوة في اللقاء المشترك، كل اللي خرجوا أحزاب لقاء مشترك، أتمنى عليهم أن يعرفوا اليوم أنهم أصبحوا حكام ولم يعودوا معارضة. رجل في المعارضة ورجل في الحكم غير صحيح، يفترض اليوم أن يتحملوا المسؤولية. اليوم كل أحزاب اللقاء المشترك متواجدة في الحكم في المكاتب كلها وكل الدور، فأما أن يتحملوا المسؤولية ويترك المسؤولية لغيرهم، يوضح للناس أنهم هل فشلوا؟ يقولوا أنهم فشلوا. أما مسألة أن احنا نبدأ نناقش هذه القضية ونبدأ نطرح مشكلة أخرى ونعود إلى مسألة أننا نقيم ثورة وكلام، لا، بل نعزز المؤسسات. أنا تكلمت عن الأخ رشاد، ليأتي ونجعل هناك المكتب الذي يقول أن فيه نوع من الخلل ونوع في الإيرادات، هذا المكتب يجلس معه وممكن نقوله بشكل مباشر، يطرح ما هو الفساد اللي موجود. كل مدير مكتب يطرح ما هي الموارد تحصل. اليوم جميع الموارد تحصل وتورد إلى البنك المركزي، ينزل إلى البنك المركزي ويسألوه. صحيح هناك اختلالات، هناك نقاط أحيانا، هناك عدم كذا، لا أنكر أن هذا الكلام موجود، ولكن يجب عليهم أن يكونوا مطلعين على هذا الكلام. لكن كلام بالعوام
وكل السلطة المحلية. أنا عندما أتحدث أنه جميع القيادات في تعز فاسدة، ماذا يعني هذا الكلام؟ كلام غير صحيح. أنا مزلت أن أقول أن إحنا لا نحمل المسؤول المحافظ. يا أخي، المحافظ هو المسؤول الأول، هو الجامع للكل، هو رئيس المكتب التنفيذي، هو رئيس اللجنة الأمنية. الوكلاء في القانون لا ولا أدافع عن مسألة الوكلاء. الوكلاء معهم مهام من المحافظ. المحافظ هو من أعطى الوكيل. الوكيل ليس معه مهام بحسب القانون، ولكن معه مهام موجب توجيه المحافظ، وبالتالي الوكلاء هم مساعدين للأخ المحافظ. لكن طيب، لا يمتلك القرار أن يقيل، ولا يمتلك. أنا أتحدى أي وكيل أن يقول أنه يستطيع يغير مدير المكتب. لا يستطيع. المحافظ هم يريدون يغير هذا مدير المكتب. طيب تفضل سيد عارف جامل. أي فاسد إلى النيابة. سيد عارف جامل، تفضل بالبقاء معي. أعود إليك أستاذ توفيق. أنت يعني ربما هذه سمعنا ما يحدث في تعز من السيد عارف جامل وكذا رشاد السامعي ضيف الآخر، لكن أنت كنظر للصورة من الخارج كيف تقيم الوضع في هذا الاتهام؟ أنا أعتقد اليوم ما سمعنا عبارة عن جدل بيزنطي. اليوم الإخوة الذين خرجوا إلى الشارع من أبناء محافظة تعز هم لا يتلمسون هذه الأمور الدقيقة. هم غير مدركين للقضايا القانونية، قضايا التفويض إلى غير ذلك. هم يلمسون بالدرجة الأساسية واقع على الأرض. هم يعيشون مع القمامة المتراكمة داخل الشارع. هم يعيشون في واقع أمني قلق، وهم لديهم جرحى في الخارج لم يتلقوا العلاج الكافي سواء في القاهرة أو في محافظة أو في مصر. ويشاهدون الجماعات المسلحة تعبث في تعز هنا وهناك، يلاحظون قصور واضح في دور السلطة القضائية إلى غير ذلك. هذه الأمور في حقيقة الأمر هي بحاجة إلى عملية إشراف واضحة. طيب يعني في هذا السياق الحديث عن اجتماع للأحزاب من قبل يعني الأحزاب مثل الأحزاب في السلطة المحلية، وكذا حديث السيد رشاد على أنها هذه المظاهرات عفوية أو بمعنى أنها تخرج بمطالب الناس، هل هناك حاجة لتأطير هذه المظاهرات والخروج بقيادة لها حتى تقدم هذه المطالب وتفاوض السلطة؟ هو بلا شك يجب أن تكون لهذه المظاهرة من المتظاهرين أنفسهم، لأن اليوم مشكلة تعز هي مشكلة الأحزاب. اليوم من يسمع للخطاب الصادر في تعز على وسائل التواصل الاجتماعي، على مواقع الويب سايت إلى غير ذلك، يظن بأننا نعيش معركة انتخابية ولسنا في حالة حرب. اليوم تعز بحاجة إلى الحد الأدنى من الدولة لاستعادة الخدمات وتأمين المواطن وتوفير له احتياجاته الأساسية سواء في الصحة. اليوم مستشفى تعز يتم اقتحامه ويتم إغلاقه لفترة من الزمن. بمعنى اليوم نحن لا نتحدث عن إيرادة ضرائب أو نتحدث عن إيراد جمارك، نحن نتحدث عن جانب أبني بمعنى عبارة عن طقم وطقمين وثلاثة أطقم عسكري لحماية مثل هذه المنشآت وإعادة هيبة الدولة. وبالتالي اليوم محافظة تعز بحاجة إلى بديل ثوري ينتمي طيب لهذا الشعب بعيد عن الأحزاب السياسية. اليوم الأحزاب السياسية أصبحت جزء من المشكلة سواء بسكوتها أو أنها لم توضح ما يجري على الأرض على أرض الواقع، اتخذ موقف واضح وحازم في هذا الشعب. طيب أعود إلى رشاد السامعي ضيفنا من تعز. سيد السامعي، إذا سمعت ما قاله السيد عارف جامل وكذا الأستاذ توفيق الحميدي، الآن ما هي الخطوة القادمة لكم أنتم في هذه الاحتجاجات؟ الخطوة القادمة أنه المسيرات بتستمر، ولدينا خطط يعني نطور من مسألة الاعتصامات، مستمرين في الميدان حتى نشوف أنه في نتائج وفي يعني نوصل للأهداف اللي طرحناها من محاكمة الفساد وغيره من النقاط. لن نتخلى عن الساحة لأنه الساحة هي المكان الوحيد اللي نلقى له كمواطنين، ما فيش معنا أي مكان نلقى له غير الميدان. وبالتالي ستكون خطوات تصعيدية من بعد هذه المسيرة، ستكون خطوات تصعيدية باتجاه حل الفساد بشكل نهائي داخل المحافظة. لن نقبل أي أعذار ولن يستثنى أحد. حتى الصامت هو يعتبر مشارك، يعني مش معقول أنه يكون مشارك يعني صامت وأقول أنه مش فاسد. هذا جزء من الفساد أنه يسكت. الشيخ عارف جامل يقول الكل عيب أنه نعمم. طيب حددوا لنا أنتم من الفاسد، مسؤولية من تحددوا؟ يعني إحنا ما نقدرش نحدد من الفاسد. إحنا نشوف الفساد، نشوف في قصور بالخدمات، نشوف في قصور بالأمن. نعم أشكرك إذن سيد رشاد السامعي نائب رئيس اللجنة التحضيرية للاحتجاجات الشعبية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. بعودة إليك سيد جامل، إذن بأقتبس من كلمات السيد السامعي لن يستثنى أحد، هناك استمرار في هذه الاحتجاجات حتى تنفيذ مطالبها.
انا مع الاخ رشاد في مساله ان يعني نحدد المساله. هناك حقيقه هناك جهات معينه او مكاتب معينه ربما تحتاج الى مساله تغيير واحالتها الى النيابه او احاله الفساد. هذا كلام منطقي وصحيح. انا اعتقد انه مساله العموم الكامل هي توهان، لكن مساله هناك مكاتب معينه مرتبطه بالمواطن كخدمات اساسيه سواء في النظافه سواء في المياه سواء بكذا، هذه كلها المرتبطه بالمواطن حتى بالجانب الامني ايضا. لكن كما قلت الاخ رشاد، دعونا نضع ايدينا في ايديكم وننظر للمحافظه من منظور اخر، انها تعيش حاله حرب، انها تعيش ظروف استثنائيه محاصره، ونسعى كمرحله اولى لا نبدا بالتصعيد الفوري والكلام الذي يراد اليه كذا، نبدا بمساله ان احنا تتضح الصوره. من ثم اذا وجدنا تخاذل في هذه السلطه بعدم ازاله الفاسدين او اقاله الفاسدين او عدم تحسين الخدمات، هنا يجب ان احنا نتخذ اجراءات وسنقول نحن معكم. لكن مساله ان نركب الموجه من اولها ونقول كذا وكذا يجب ان تراعى المحافظه. المحافظه تعد لم تعد يعني اصبحت يعني مليئه بالاشكاليات، مليئه باعلام منفلت، مليئه بقضايا كثيره. كما ذكر الاخ العزيز ان تعز اليوم يعني مشاكلها وقضاياها اليوميه مشكله كبيره، مشكلتها مشكله امنيه. نحن نلاقي اشكاليات في الجيش. الجيش كما علمنا احنا نحن باستعراض دوله، نحن لا نعيش الدوله كما هي الان. يجب ان نعلم نحن الان نعيش تعز محافظه من جيز المحافظات، تعز ربما مشاكل بمحافظات اخرى اكثر من تعز، لكن تعز كونها ثوره وكونها النبض الثوري في الجمهوريه اليمنيه ربما تشتعل فيها الحماس والشعب فيها. لكن نؤكد ايضا ان هناك اختلالات يجب ان نتعامل معها بمسؤوليه، لكن ايضا حتى المورد يتحصل ليس بالطريقه السهله. وليس نحن اذا اردنا العوده الى ما قبل فتره كنا سنجد انه لم يكن هناك جيش، كانت هناك مقاومه، اليوم اصبح لدينا جيش، لكن نؤمن في خلل. دعونا نضع ايدينا في ايديكم لمعالجه هذا الخلل في كل المؤسسات بدون استثناء، ولن نترك احد. لكن ايضا يجب ان يكون المسؤول الاول متواجد، المسؤول الاول. انا لا وقد وصلت هذه النقطه سيد جامل، وبكل تاكيد حريه التعبير مكفوله للجميع، وامن واستقرار تعز مهم جدا في هذا السياق. جزيل الشكر لك سيد عارف جامل وكيل محافظه تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بعوده اليك استاذ توفيق، حتى يعني لا تفقد تعز هذا الزخم الموجود فيها وهي ظاهره صحيه كما هو معروف، ما الذي يجب عمله برأيك سيد توفيق في سياق توظيف هذه الاحتجاجات لخدمة تعز لعمل مراجعة لعمل السلطة المحلية، ولأن يعود يعني المحافظ ليس في تعز يعني في نهاية المطاف؟ اليوم كما قلت لك لجب هذه المظاهرات الشعبية أن يكون لها إطار واضح، تشكل جماعة ضغط حقيقية من الناشطين المستقلين بالدرجة الأساسية على الأقل للمفاوضات، لعمل الضغط، لتوجيه مثل هذه المظاهرات، لتصعيد الخطاب الإعلامي. يجب ألا تتحول هذه المظاهرات إلى صرخة مدوية في فضاء تتبدد ثم تنتهي. اليوم تعز أمام مفترق طرق وأمام فرصة تاريخية، خاصة أن اليمن يعيش هذه الفرصة، هذا مخاض عسير جدا بالدرجة الأساسية، وبالتالي اليوم فرصة أبناء تعز ليشكلوا ضغط حقيقي. اليوم ما سمعناه من الوكيل جامل يبدو أن هنالك حالة من التوهان واضحة، يتحدث عن أن هنالك مكاتب ربما تحتاج إلى إحالة النيابة، بمعنى أنه عارف من هم هذه المكاتب وما هي الاختلالات الموجودة. هو يشير إلى أن هناك قرار منتظر لكنه يعرقل من قبل هنالك إشكالية السلطة. أنا باعتقادي إلى أن هنالك ضوء أخضر ربما لكافة المحافظين الذين من تعز أن يبقوا خارج محافظة تعز. هنالك ربما قرار لتبقى تعز مدينة مشلولة أو محافظة مشلولة بهذا الأساس، أن تعاقب تعز لدورها التاريخي ودورها الثوري. وبالتالي هذه المظاهرات يجب أن تكون استمرار حقيقي لفبراير، يجب أن تشكل من الناشطين، من السياسيين المستقلين، من أبناء محافظة تعز الذين هم حريصين بالدرجة الأساسية على هذه المحافظة، للضغط لرفع هذه المطالب وعلى الحكومة الشرعية، خاصة رئيس الوزراء الذي ينتمي لهذه المدينة، على الرئيس عبد الرب منصور هادي، على كافة المسؤولين أبناء تعز الذين قريبين من رأس السلطة في الحكومة الشرعية، أن يوصلوا هذه المطالب. يجب أن تكون هنالك تغييرات حقيقية ومفصلية في عمق السلطة التنفيذية. يجب أن يشاهد المواطن التعزي اليوم تغيير في الشارع. اليوم حتى التغيير غير مطلوب، تغيير شخص بأشخاص. يجب أن يرى شارعا نظيفا، يرى المياه تأتي وإن ليست بصورة متكاملة
لكن تأتي إليه المياه أن يدخل المستشفى وهو آمن، لا يخشى من أي عملية اغتيال أو مداهمة مسلحة، أن يرى أن مظاهر الاقتتال الداخلي والحال موجودة في الشوارع من بعض الفسائل، يعني ضبط في السياح إلى غير يعني ذلك. في هذا السياق المسألة الحزبية هنا في تعز، يعني يقول السيد عارف جامل أن هناك كان اجتماع للأحزاب اليوم، لا أعرف إن كانت كل الأحزاب، لأن سمعت أن الحزب الاشتراكي قد يكون علق عمله في سياق عمل يعني ائتلاف الأحزاب وما شابه، لكن ما هو الدور الأحزاب السياسية هنا؟ وقد سمعت الأخ رشاد السامع الذي يقول حضر محتجون من كل الأحزاب لكن ليس بأوامر حزبية. اليوم للأسف الشديد الأحزاب فقدت ثقتها تماما بالشارع، بل أصبحت اليوم الأحزاب في تعز جزء من المشكلة. يعني اليوم الأحزاب تتنافس على عملية المحاصصة، وكأننا في دولة مستقرة ومقبلون على عملية انتخابية، كل يريد أن يحظى بقبول الآخر، لكن للأسف الشديد اليوم الأحزاب أصبحت جزء من المشكلة، وبعض وللأسف الشديد بل إن هذه عمقت أحيانا المناكفات الموجودة دون وجود استقرار. يعني بالنهاية الأحزاب لا تمتلك قرار مستقل المفروض. يعني أنت شاهدت في التقرير واحد يصرخ يقول أين برامج الأحزاب؟ برامج الأحزاب مفروض أن تكون للمواطن وليس لتعبئة أرصدتها، يجب أن تكون لخدمة لمصلحة المواطنين. لكن يعني في نقطة أن الآن تعز في وضع خاص باعتبار أن البلاد أيضا في وضع خاص، هل فعلا الآن هناك حاجة لبرامج حزبية أم أن هناك حلول طارئة أو خارج الصندوق إن صح التعبير يجب أن تطرح؟ نحن اليوم بحاجة لمشروع إنقاذ. ما هو هذا المشروع؟ يجب أن تكون على رأسه السلطة المحلية، بمعنى أن تضع الخطوط العامة لعملية إسعاف أو عملية قيصرية سريعة في تعز. يجب أن تكون هذه الأحزاب متعاونة ومثرية لهذا المشروع. هذا المشروع يعمل على فتل، على نزع فتيل الصدامات والخلافات الموجودة بين الأحزاب، أن يقيد تماما الفصائل المسلحة اليوم التي تعربد بالسلاح والتي تنتمي لهذا الحزب أو لهذا الحزب مدفوعة بصورة أو بأخرى، أن تقوم بعملية تغيير حقيقية داخل المكاتب التنفيذية من أبناء الكفاءات بدون النظر لخلفيته السياسية وانتمائه السياسي، وأن تكون الأحزاب كلها عونا في هذا الصدد. اليوم تعز مش غير محتاجة لبرامج سياسية، لأن احنا لسنا مقبلون على عملية انتخابية، نحن في حقيقة الآن بحاجة لمشروع إنقاذ وميثاق شرف حقيقي يلتف عليه أبناء تعز إعلاميهم وسياسيهم وموظفيهم. هذا الذي باعتقادي سيمكن أن يحلحل المشكلة، وهذا يحتاج إلى مصارحة ويحتاج إلى عقلانية ويحتاج إلى تقارب وإلى وقف الخطاب الإعلامي المتشنج من أجل النظر ببصيرة وروية لما تعانيه محافظة تعز. طيب في هذا السياق يعني هل برأيك، وقد أنت اطلعت على مسألة تفاهمات تعز وتعامل المجتمع الدولي فيما يتعلق بتعز ودوريا، وهذا سؤال أختم فيه، يعني ما هي الأولوية الآن إذا ما كان هناك صانع قرار في الحكومة على الأقل وهو يرى هذه المعادلة الإقليمية المحلية وكذا يتابع الاحتجاجات الشعبية، ما هي الأولوية الآن؟ المواطن، بمعنى إيجاد مدراء ومسؤولين تنفيذيون ذي كفاءة ومهنية بحيث يعملون على تغيير الواقع الذي تعيشه محافظة تعز حاليا. اليوم هذه المظاهرة خرجت من لأنها تفتقد إلى كثير من الخدمات الأساسية التي تعيشها محافظة تعز. يجب أن يكون هنالك محاسبة ومراجعة لملف الأسرى، يجب أن تكون هنالك محاسبة ومراجعة لعملية الفساد الموجود داخل هياكل السلطة، يجب أن تكون هنالك عملية مراجعة حقيقية الأجهزة الأمنية بشكل كامل ودورها وظيفتها وحدودها، وخلق نوع من التنسيق والتكامل فيما بينها من أجل استتباب الأمن في محافظة تعز. يجب أن تكون عملية التحرير على رأس الأولويات بحيث تعز تصل إلى أغلب المحافظات، يفك هذا الحصار بصورة أو بأخرى. إذا لم يكن المواطن على رأس هذه الأولوية، باعتقادي بأن هذه المشكلة ستظل مضاعفة. اليوم مشكلة تعز يتم معالجتها سياسيا، بمعنى إرضاء هذا الفصيل أو إرضاء هذا الفصيل، لكن المواطن التعزي غائب بدرجة كبيرة جدا، وبالتالي المحافظون الذين يتغيرون هو لا يأتي وفق رغبات الشارع التعزي، وإنما رغبة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الحزب الفلاني أو الحزب العلاني. اليوم إذا كان هنالك إنصاف حقيقي
وإذا كان هنالك وفاء حقيقي لهذه المحافظة يجب أن يعبر عن هذه المحافظة أو يعين لهذه المحافظة من أبناء هذه المحافظة الذين يعيشون في داخل هذه المحافظة يتلمسون همومها وأوجاعها بحيث يستطيعون إحداث تغيير حقيقي. وبالتعز هو كما قلت لك بحاجة إلى عملية قيصرية شديدة لكنها ضرورية. جزيل الشكر لك أستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا هنا في الاستوديو في هذه الحلقة من المسائل معي. شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، وتحيات أيضا معد منتج البرنامج منصور نقاش ومعد البرنامج أسامة عادل. كل التحية في أمان.